ينتج من الغاز الطبيعي منتجات نستخدمها في حياتنا كثيراً. مرحباً بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. عند الحديث عن الغاز قد يكون أول ما نفكر به أنه نوع من أنواع المحروقات، وبالرغم من أهمية الغاز كمصدر للطاقة إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أهمية استخدامه كمادة أولية تدخل في صناعة عدد كبير من المنتجات، وقد تكون أكثر فائدة من حرقه بشكل مباشر، إذ يحتوي الغاز الطبيعي على عدد من الغازات مثل غاز الميثان والإيثان والبروبان والبوتان والبنتان وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والهيليوم. وهذه الغازات تنتج لنا عددا كبيرا من المواد البتروكيميائية والتي تدخل في صناعة منتجات نستخدمها في حياتنا بشكل كبير. فمثلا تدخل الأمونيا المستخلصة من الغاز الطبيعي في إنتاج المطاط الصناعي وصناعة الورق وفي صناعة الإسفنج والعقاقير الطبية والمبيدات الحشرية، ويأتي نصف احتياجات العالم من الأمونيا من الغاز الطبيعي. ومن غاز الأمونيا تستخلص اليوريا وتدخل في صناعة معجين الأسنان ومواد التجميل والطلاء والميلامين والبلاستيك والأسمدة النباتية. ومن غاز الميثان الذي يشكل 80% من الغاز الطبيعي ينتج الكحول الميثيلي ويستخدم كمادة حافظة، ويدخل في الصناعات الغذائية وفي صناعة المواد المعقمة. أما غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب للغاز الطبيعي فيدخل في صناعة المشروبات الغازية وفي تعبئة أجهزة مكافحة الحرائق. أيضا من غاز الميثان ينتج غاز الأسيتيلين ويدخل في صناعة بعض أنواع البلاستيك ويستخدم في عمليات لحام المعادن. ومن الغاز الطبيعي ينتج أيضا الأسيتون ويستخدم كمذيب للغراء ويدخل في صناعة الطلاء والمواد التجميلية. وتدل الدراسات على أن نحو 30% من مجمل استخدامات الغاز الطبيعي في الدول العربية يكون في مجال توليد الطاقة الكهربائية، كما أن نحو 36% يستخدم في مصافي تكرير ومعالجة النفط، ونحو 28% يستخدم في القطاعات الصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من الحرارة مثل صناعة الحديد والألومنيوم وصناعة الأسمنت والزجاج. والنسبة المتبقية خاصة غازي البروبان والبوتان تستخدم للأغراض المنزلية للطهو والتدفئة. وفيما يلي أعلى الدول العربية إنتاجا للغاز.